خرج ناشطون وأهالي في مدينة معرة النعمان بمظاهرة حاشدة شارك فيها مختلف الفعاليات الثورية في المدينة وسط هتافات وأجواء ثورية. احنا طالعين من المظاهرة مشان نأكد لدول العالم كلها ولنظام بشار عصابات بشار الأسد وإيران ثورتنا مستمرة بإذن الله، ونحن مشان نوجه رسالة لإخواننا ببردة نحن معهم قلبا وقالبا من معرة النعمان ومن ريف إدلب كله، ورح نرجع نأكد من خلال حراك السلمي رح نوصل صوتنا للعالم كله، وبدنا نوصل بهاي مظاهراتنا الخروقات اللي عم بتصير من جانب الروسي للهدنة، ونحن هلا ساكتين ولا عم نتحرك ولا عم نعمل شيء. المتظاهرون رفعوا لافتات وهتافات أكدت على ثوابت الثورة والأهداف التي خرج لأجلها الشعب السوري، ونددوا بخروقات النظام وحلفائه للهدنة، وطالبوا بإيقاف القصف على وادي بردة، كما أكدوا على مطالبهم بإسقاط نظام الأسد وكافة رموزه. هدف المظاهرة هي إسقاط النظام وأن الثورة مستمرة رغم الهدنة التي توعد فيها النظام، وهي ليست هدنة، وكل يوم نوجد خروقات النظام في العديد من المناطق منها وادي بردة وغير المناطق كثيرة. احنا طلعنا لنأكد استمرارية الثورة السورية ضد الطاغي نظام بشار الأسد وحلفائه من روس وإيران، وطلعنا لننصر أهلنا وإخواتنا في بردة. المظاهرة تخللها كلمات لناشطين وشخصيات فاعلة في الثورة، بالإضافة إلى الأناشيد الثورية والهتافات المطالبة للفصائل الثورية بالاندماج ونبذ التفرقة. ترتفع الهتافات من حناجر ناشطي الثورة السورية هنا في مدينة معرة النعمان، مطالبة باستمرارية الثورة والثبات على الثوابت الأساسية للثورة، وأولها إسقاط نظام الأسد ورموزه وحلفائه. محمد فيصل، أورينت نيوز، مدينة معرة النعمان، ريف إدلب.